الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه نظيره القبرصي ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لدعم الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. في اليوم 60 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع عدد الشهداء لأكثر من 16,240 شهيدا. الاحتلال الإسرائيلي يعترف بارتفاع قتلى جنوده منذ بدء العدوان على غزة إلى 80 وارتفاع عدد المحتجزين بالقطاع إلى 138. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مضطرد خلال الفترة الأخيرة بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس لنظيره القبرصي بقصر الاتحادية، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الإقليمية خاصة التصعيد في قطاع غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مضطرد خلال الفترة الأخيرة. وقد استعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية وبالأخص التصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، مؤكدا ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن. كما تناول السيد الرئيس العمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطاع، مشددا على استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كافة المساعدات الدولية الموجهة للقطاع. وقد ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة وكذا على الجانب الإنساني، مؤكدا حرص قبرص على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد، خاصة في ضوء الرؤية المشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الإقليم. وفي هذا الصدد شدد السيد الرئيس على ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لأهم المشروعات بالمصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع مختار عبد اللطيف وعدد من المسؤولين. أكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تقوم بها الأذرع الصناعية التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات، حيث تساهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير مكونات المشروعات القومية وزيادة نسب التصدير، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية دعما للاقتصاد الوطني. ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للمواني، وأكد المجلس الأعلى للمواني أنه يكتسب أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة التي يتم تنفيذها حاليا في منظومة المواني، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية.
وخلال الاجتماع وافق المجلس على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرات المصرية لإفريقيا 2025. وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من مباني ومخازن شركة النصر جسور التابعة لوزارة التجارة والصناعة في البلدان الإفريقية، بما يمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة الإفريقية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر. أشار مدبولي خلال الاجتماع إلى وجود تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم. شدد مدبولي على أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف، موضحا أنه أصدر في شهر أغسطس من عام 2022 قرارا بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المواني البحرية، الذي نص على إنشاء نافذة رقمية موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمرة الثانية خلال شهور مجموعة من شباب فريق شركة انطلاق المتخصصة في دعم مشروعات ريادة الأعمال. يهدف اللقاء إلى استعراض تقرير يتضمن سردا شاملا لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر ومتطلباتها وسبل دعمها خلال المرحلة القادمة. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لشركة انطلاق التي تعمل في مجال مهم للغاية، وهو مجال دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة أن هذا هو توجه الحكومة الآن، إذ يعد هذا القطاع محركا أساسيا للاقتصاد. شهد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إدكس إقبالا كبيرا وإشادة واسعة من الزائرين الذين عبروا عن مدى قدرة مصر وقواتها المسلحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهي قدرات الدولة أو الدول الرائدة في تنظيم مثل تلك المعارض العسكرية الكبرى. وأعرب الزائرون عن سعادتهم بما شاهدوا من أحدث الأنظمة والمعدات العسكرية عالميا بكافة أجنحة المعرض. كما شهدت فعاليات اليوم الثاني للمعرض عقد عدد من اللقاءات مع قادة الوفود العسكرية، حيث التقى الفريق الأول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، التقى وزيرة الدفاع في زيمبابوي يرافقها رئيس أركان زيمبابوي، وشهد اللقاء توقيع مذكرتي تفاهم في عدد من مجالات التعاون العسكري. كما التقى أيضا وزير الدفاع وزير دفاع أذربيجان، والتقى وزير الدفاع أيضا وزير دفاع بوركينا فاسو ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تالس العالمية ووزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العملية المشتركة اليمنية ورئيس أركان القوات المسلحة. عقد قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إدكس 2023. جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض وفي إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة. في إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إدكس 2023، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض، حيث التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية مع قائد القوات البحرية اليونانية وآمر القوة البحرية الكويتية وقائد القوات البرمائية بهيئة الأركان البحرية الإيطالية
ووزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب أفريقيا، وكبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب والوفد المرافق له. كما التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية مع كبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلاً عن قائد القوات الجوية، ومساعد وزير الدفاع الصربي للموارد المادية، ونائب رئيس شركة ليوناردو هيل الإيطالية، ورئيس مجلس إدارة شركة MBDA الفرنسية، والنائب الأول والمدير التنفيذي لشركة روسابرون إكسبورت الروسية، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي. كما التقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مع وزير الدفاع الوطني لجمهورية مدغشقر، وقائد قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية، ورئيس أركان القوات المسلحة الجيبوتية، ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلاً عن قائد القوات الجوية، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي، ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن بالسعودية وأفريقيا، ورئيس أركان القوات الجوية الرواندية. فيما التقى اللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة مع رئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلاً عن قائد القوات الجوية، وكبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، ومساعد وزير الدفاع الصربي للموارد المادية. تناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تشهدها الدول المشاركة بالمعرض، كذلك سبل تعزيز العلاقات العسكرية في مختلف المجالات، مما يعزز من قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية. نظمت قوات الدفاع الجوي فعاليات المنتدى العلمي الأول لقوات الدفاع الجوي على هامش فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية أدكس 2023. شارك في المنتدى عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوي للدول الشقيقة والصديقة، ووفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية. في إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية في مختلف المجالات العسكرية، نظمت قوات الدفاع الجوي فعاليات المنتدى العلمي الأول لقوات الدفاع الجوي تحت عنوان التحديات المسيرات الجوية نظرة إلى المستقبل، وذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيدكس 2023، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوي للدول الشقيقة والصديقة، ووفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوي. وألقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة في المنتدى، مؤكدا على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات التي تسهم في مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوي لمجابهة التهديدات المحتملة. وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التي شملت إدارة جلسة علمية بحضور عدد من رؤساء الجامعات، والتي تم فيها استعراض أبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المستخدمة في كافة التطبيقات العلمية والعملية. كما تضمنت الفعاليات حلقة نقاش لممثلي الوفود الأجنبية تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة في ضوء تطور الإمكانيات المتاحة وأساليب الاستخدام، علاوة على الاستفادة من التطور المستمر في مجال أنظمة الدفاع الجوي الحديثة. رحبت مصر بصدور قرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال والمفروض منذ عام 1992، وهو ما يمهد لتمكين الحكومة الصومالية من مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن التزامها الثابت بدعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في استعادة الأمن والاستقرار وتعزيز سبل التنمية في دولة الصومال الشقيقة، وبما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.
احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهالينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن آخر إحصائيات عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 60 على التوالي سجلت استشهاد 16,248 مواطنا فلسطينيا. أضافت الوزيرة استشهاد مواطنا في 260 محافظة في الضفة الغربية فضلا عن جرح نحو 40,000 فلسطيني، وأكثر من 70% منهم من النساء والأطفال. كما أوضحت الوزيرة الفلسطينية أن 20 مستشفى لا تزال خارج الخدمة، مؤكدة أن نسبة الإشغال في مستشفيات جنوب قطاع غزة بلغت حتى الآن أكثر من 210%، إلى جانب النقص الحاد في الكوادر البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود. إلى ذلك استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكني جنوب حي الشيخ رضوان في غزة. واستهدف القصف الإسرائيلي منزلا في مخيم خان يونس جنوبي غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين. وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفا ليليا عنيفا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات. وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخان يونس مناشدات من أجل إنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى. وتجمعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد الاحتلال قصف المنطقة. وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف جيمس ألدر وصف الوضع الإنساني للأطفال في قطاع غزة بالمرعب والمروع. كما أشار المتحدث إلى نزوح ملايين الأشخاص من قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الطعام. ودعا المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى الاستمرار في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف التصعيد بسبب الدمار الهائل في قطاع غزة. أدخلت كنيسة عيد الميلاد في بيت لحم تغييرات كبيرة على احتفالاتها التقليدية بعيد الميلاد بسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث تم إلغاء الاحتفالات هذا العام والتركيز على الصلوات بدلا منها. أكدت الكنيسة أنه من المستحيل أن تقام الاحتفالات بينما الشعب الفلسطيني في غزة يعيش إبادة جماعية والأطفال يذبحون بهذه الطريقة الوحشية، مشيرة إلى أن جميع رؤساء الكنائس في القدس قرروا أن احتفالات عيد الميلاد ستكون بالأساس صلوات فقط. نظم أعضاء منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية الدولية احتجاجا في بيروت طالبوا خلاله بإنهاء الحرب في غزة وبوقف فوري لإطلاق النار. ودعت المنظمة لوقف الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي في غزة. وشارك في التظاهرة نحو 100 شخص طالبوا بالسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، مؤكدين أن غزة تعاني الحصار منذ عام 2007، مما يجعلها أكبر سجن مفتوح في العالم. على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف عن شن الحرب على المدنيين الفلسطينيين والقيام بعمليات التهجير القسري. إن الاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية يجب أن تتوقف حالاً، ويجب أن يتوقف الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات أيضاً. أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجنود القتلى إلى 80 جندياً منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل 5 جنود خلال الساعات 24 الماضية.
هذا وقد حدث الاحتلال الإسرائيلي حصيلة المحتجزين في غزة لترتفع إلى 138. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصيلة المحدثة من دون إعطاء أي تفاصيل تتعلق بالمحتجز الأخير أو بالآلية التي مكنت السلطات الإسرائيلية من تحديد وضعه. إلى ذلك أدانت مجددا فرنسا بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين بحق سكان الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل وجود قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ التدابير اللازمة ودون أي تأخير وفقا لمسؤولياتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية. كما شددت الخارجية الفرنسية على أهمية أن يلعب المجتمع الدولي دورا لوقف هذا العنف الذي يقوض فرص السلام. أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفض منح تأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين. وأفاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستمنع دخول أي شخص تورط في تقويض السلم والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية أو يتخذ خطوات تفيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية. In my fourth visit to Israel since October 7th. أعلن الجيش اللبناني مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي. وفي بيان له أفاد الجيش اللبناني تعرض مركز عسكري لبناني لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من العسكريين اللبنانيين. أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني عن شكره لمصر على التعاون الوثيق لتحقيق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وتنفيذها والإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة. جاء ذلك خلال كلمة أمير دولة قطر في افتتاح أعمال المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة. نحن ندعو مجلس الأمن ولا سيما أعضائه الدائمين إلى القيام بمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، ونحن نعمل باستمرار على تجديدها وعلى تخفيف على أهلنا في القطاع، ولكن الهدن ليست بديلا عن الوقف الشامل لإطلاق النار. وكان ممكن توفير كل هذه المآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني وأن زمن الاستعمار قد ولى. تنعقد قمتنا هذه في ظل استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصا أهلنا في قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني تواصل الجهود المبذولة لتفعيل هدنة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس. بالنسبة لموضوع المفاوضات، دولة قطر ما زالت مستمرة في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتبادل السجناء الذي حدث على مدار الأسبوع الماضي. للأسف يعني واجهتنا بعض التحديات التي أدت إلى توقف هذه الهدنة وعدم القدرة على تمديدها. طبعا ما زالت الجهود مستمرة وما زال التنسيق مستمر مع شركائنا سواء كان في جمهورية مصر العربية الشقيقة وفي الولايات المتحدة.
ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مخرجات القمة الخليجية في دورتها 44 والتي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، كما ثمن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وتأكيدها على ضرورة إنهاء الحرب على غزة. وأكد العسومي على الدور المهم للوساطة المشتركة لمصر وقطر والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة. وأشاد العسومي بإعلان الدوحة الذي صدر عن القمة التي تأتي في ظل متغيرات دولية وإقليمية متسارعة وفي ظل استمرار أوضاع مأساوية غير مسبوقة يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مخرجات هذه القمة تأتي استكمالا لمخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. طائرات الإغاثة الدولية تواصل توافدها على مطار العريش الدولي، وحملات للتبرع بالدم تتواصل بمحافظات الجمهورية دعما للأشقاء في غزة. يتواصل توافد طائرات الإغاثة الدولية على مطار العريش الدولي دعما لأهالي قطاع غزة. هذا ووصلت طائرتان من إيطاليا على متنهما وفد لتفقد إمكانية إقامة مستشفى ميداني في غزة، كما وصلت طائرة من الأردن وطائرة من الكويت محملتين بالمساعدات. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الغربية حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني. يأتي هذا في إطار الحرص على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين. وشهدت نقطة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بالغربية إقبالا كبيرا من قبل المتبرعين، مؤكدين أن هذا يعد واجب عربي عليهم، كما يعد نوع من أنواع الدعم للأشقاء في غزة، وذلك في إطار دعم الدولة للقضية الفلسطينية. نزلنا النهارده زي ما احنا متعودين من كل الكيانات الشبابيه وكل المؤسسات وكل الـ الناس اللي بتدعم الوطن، نازلين مؤيدين للقضيه الفلسطينيه ومؤيدين انها قضيه امه، وان لازم اننا كلنا نشارك، وان لازم كلنا نقنع اهالينا واخواتنا ان هم يكونوا متواجدين النهارده علشان حمله التبرع بالدم لاخواننا الفلسطينيين، وعلشان دي مش اول مره ننزل بقوه وكثافه كده ونقدم الدعم لاخواننا الفلسطينيين. ومشكور سياده الرئيس اللي مدينا الفرصه اننا بنقدم كل الدعم وبيوصل لاخواننا دايما. دي اقل حاجه نقدمها لهم، يا ريت لو نقدر نقدم حاجه او نقدر نوصل لهم، بس ده يعني ده اللي في ايدينا. فبنشكر اي حد زي الحمله ديت اللي هو قدر ان هو يخلينا احنا نعمل حاجه نوصلها لهم. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بميدان الزراعيين بمحافظة بني سويف. وتوافد المواطنون على الحملة بمختلف فئاتهم للتبرع بالدم لصالح مصابي غزة، وعبر المواطنون عن سعادتهم بالتبرع، والتي تأتي الحملة امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين. طبعا بنستقبل كل اهل شعب بني سويف الطيبين لحمله التبرع بالدم لاخواتنا الاشقاء في فلسطين، طبعا ضمن الحمله اللي طبعا منظماها التحالف الوطني للعمل التنموي طبعا مع شركاء النجاح والمؤسسات والمجتمع المدني. احنا النهارده متواجدين للتبرع بالدم تبع حمله التحالف الوطني لدعم اهلنا واشقائنا في غزه، وده طبعا شيء مشرف للشعب المصري ان يكون مساند قياده وشعبا. تحيا مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. جيت النهارده عشان اشارك واتبرع بالدم لاخواتنا في غزه، ودي يعني يعتبر اقل حاجه اقدر اشارك بيها واساعد بيها اخواتنا في غزه او في فلسطين تحت ظل التحالف الوطني.
وبشكر سيادة الرئيس إن هو سمح بإن حاجة زي دي تتعمل في مصر كدعم لإخواتنا في غزة. شاركت في الحملة بتاع تبرع بالدم ودي من خلال التحالف الوطني، وبسم الله ما شاء الله احنا النهاردة في محافظة بني سويف عملنا إنجاز كبير قوي. ناس كتيرة طبعا برعت بالدم لإخواتنا وأهلينا في فلسطين، وطبعا دي أقل حاجة ممكن نشارك بيها لإخواتنا وأهلينا، وطبعا ده بكل توجيهات التحالف الوطني ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة الدقهلية حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين. أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالدقهلية أن مصر كانت وستظل المساند الأكبر للأشقاء الفلسطينيين ولأهالي غزة. فعليا لاقت قبول كبير من اهالي الدقهليه ومدينه المنصوره بشكل خاص، والناس شاركت وتوجهت نحو اتوبيس التبرع بالدم للمشاركه. الصبح احنا مجتمعين من الساعه 9 حاولنا ان احنا نجمع اكبر عدد كمنظمات مجتمع مدني وجامعات خيريه في ضمن التحالف التنموي الوطني، بنحاول نجمع اكبر عدد من المواطنين بحيث ان احنا نتبرع بالدم لاخواتنا الفلسطينيين ونقدر نساهم معاهم بجزء بسيط، بالإضافة إلى القافلات الطبية اللي تمت الفترة اللي فاتت والقافلات اللي طلعت من المنظمات الخاصة بجمعيات الخيرية لمساعدة أهلنا في فلسطين. المبادرة إحنا أطلقناها ودي مش أول مرة من جمعية رسالة إن إحنا نشارك في المبادرة ديت، دي تعتبر المرة الثانية لنا اللي نشارك في المبادرات ديت. يعني ربنا يعين إخوان في غزة وينصرهم يا رب، وعايزين نقول لهم إن دي أبسط والأمور اللي إحنا نقدمها لكم وأبسط حقوقكم علينا. الحملة النهاردة لقت قبول جميع الافراد في جميع افراد الشعب، وكان في قبول كتير وعدد كتير من الناس قدرت انها تتبرع بالدم معانا النهارده. الحمله اللي لثالث مره بنشارك فيها على مستوى المحافظه. احنا موجودين النهارده متطوعين صناع الحياه تحت مظله التحالف الوطني لدعم حمله التبرع بالدم لاخواتنا واشقائنا في فلسطين. احنا موجودين في محافظه الدقهليه حاليا مدينه المنصوره في ميدان ام كلثوم. احنا بنتمنى حقيقي ان ربنا ينصر اخواتنا الفلسطينيين ويشفي مصابيهم ويرحم شهدائهم باذن الله. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مورسي أن المجلس سيواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية. وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن المشاركة بالتصويت حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل فرد، مشددة على ضرورة عدم التنازل عن هذا الحق. رسالتي النهاردة لكل سيدة مصرية وطنية أصيلة، انزلي وشاركي بصوتك في الانتخابات الرئاسية 2024. دورك كان عظيم ومشرف، ورفعتي رأس مصر وأبهرتي العالم في كل الاستحقاقات الدستورية اللي فاتت، والنهاردة مصر بتناديكي من جديد عشان تكملي دورك الوطني العظيم. ده حقك وحق البلد عليكي، وصوتك ده هو اللي هيحدد شكل مستقبل بناتك وولادك، وهو اللي هيحافظ على أمن واستقرار بلدنا الغالية مصر. يلا شجعي أسرتك وجيرانك وانزلوا من جديد، وصلي صوتك للعالم عشان يعرف إزاي الست المصرية هي الظهر والسند لبلدها. صوتك مهم وبيفرق، صوتك أمانة وبلدك أمانة، ومصر بيكي أقوى وأجمل. دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. انتهت محافظة القاهرة من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة، والبالغ عددهم 8,236,761 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية أو مدرسة داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى
150 لجنة للوافدين. كما انتهت المحافظة من إعداد غرفة عمليات مركزية، حيث سيتم المتابعة من داخل مركز للسيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة. كما سيتم تنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية. أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مشاركته في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التي تجرى على مستوى الداخل في 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، وباعتباره كيان وطني مستقل. يأتي ذلك بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات. ويستعد المركز للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الخميس المقبل بفريق عمل كبير يضم مجموعة من الخبراء وشباب الباحثين، حيث سيتواجد فريق المتابعة الميدانية في مقار اللجان الانتخابية وتسجيل الملاحظات الخاصة بسير العملية الانتخابية، ثم يقوم المركز في وقت لاحق برفع نتائج المتابعة للهيئة الوطنية للانتخابات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة ميرنا شلش، منسق ائتلاف نزاهة. أستاذة ميرنا، بعد التحية، يعني كيف ترين استعدادات ائتلاف نزاهة في متابعة سير العملية الانتخابية؟ مزيد من التفاصيل حول ما تقومون به استعدادا للعملية الانتخابية الأسبوع القادم بإذن الله. مساء الخير يا فندم. ائتلاف نزاهة، احنا في ائتلاف نزاهة هي مكونة من 7 منظمات، منظمتين محليين وهي منظمة شركان أجل الشفافية ومنظمة ماعة للسلام والتنمية، و5 منظمات دولية. احنا ائتلاف نزاهة هو بيضم متابعين دوليين من 34 دولة، من دول أوروبية، دول إفريقية، ودول آسيوية. هما من النهاردة بدأ وصول المتابعين الدوليين، وهنكمل بكرة إن شاء الله عدد من المتابعين هيوصلوا القاهرة. خلال الفترة القادمة إحنا بنرتب بيهم زيارات لمقرات حملات المرشحين 4 وللهيئة الوطنية للانتخابات، وهيتم عقد دورة تدريبية كمان ليهم على المعايير الدولية للحرية ونزاهة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية. بالإضافة أن من المفترض أن يزور كل متابع دولي 25 لجنة فرعية في اليوم، فعلى مدار 3 أيام هيبقى من المفترض أن يزور كل المتابعين الدوليين 2400 لجنة فرعية من أصل 10,000 لجنة، فبما يوازي 24% من اللجان. وتم اختيار عدد من المحافظات هيتم المتابعة فيهم، هم 10 محافظات، وتم فيها مراعاة جميع الأقاليم الجغرافية لمصر من وجه بحري ووجه قبلي. وبعد مرحلة التصويت هيكون في مرحلة للتقييم، وهيتم عمل مؤتمر صحفي للائتلاف نزاهة يوم 16 ديسمبر، هنعرض فيه إن شاء الله تقرير الأولي للائتلاف. طب أستاذة ميرنا، إيه المعايير اللي وضعتوها في متابعة الانتخابات؟ احنا الاول مره في متابعه الانتخابات هيتم استخدام استماره الكترونيه لمتابعه الانتخاب. فالانتخابات هنلاقي في داخل كل مقر لما يروح المتابع الدولي هناك استاذه ميرنا شلش، يعني يبدو ان الاتصال انقطع مع الاستاذه ميرنا شلش، منسق ائتلاف نزاهه. يعني انا بشكرك على العموم، شكرا جزيلا على هذه المعلومات المبدئيه، وبالتاكيد سنتواصل على مدار الاسبوع القادم لمتابعه نتائج متابعتكم للانتخابات الرئاسيه.
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من الإعلاميين. كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية مرحبا بزيارتهم لمقر الحملة ومثمنا دور الإعلام المؤثر على المشهد ودورهم في المساهمة الإيجابية في توعية المواطنين بممارسة الحقوق الانتخابية، وأشار إلى أن الدور الإعلامي في الانتخابات مهم جدا في نقل الحقائق وتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وأشاد المستشار محمود فوزي بالانتخابات الرئاسية بالخارج وبمشاركة أبناء مصر بالخارج في حرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. أكد حزب حماة الوطن أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق قبل أن تكون واجب لكل مواطن مصري. أشار الحزب إلى أن أمانة الحزب في مختلف المحافظات تقوم بدورها في التوعية السياسية والحث على المشاركة السياسية في الانتخابات القادمة. في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يتم بناء الدولة في كل أركان مصر، في أسوان هنلاقي في بناء، هنلاقي بناء في اسكندرية، هنلاقي بناء في جنوب سيناء وشمال سيناء ومنطقة طبعا العالمين، وجدنا إن في 21 مدينة بتعمل جديد، وجدنا إن في أكتر من محطات رفع ومحطات تنقية مياه وصرف صحي، أكتر من 340 ألف وحدة سكنية بدون مقابل للمناطق العشوائية اللي هي تعدت 1350 مدينة على مستوى مصر طبعا، اللي هي كانت كارثة بالنسبة لأي رئيس أو أي مسؤول في الحكومة. جايين نقدم الشكر لسيادة الرئيس أولا من أجل قبوله أن هو ينتخب لفترة رئاسية تانية، وجايين كمان نحتفل، جايين نحتفل في الاحتفال الجميل ده، الاحتفال الداعم لرئاسة فترة رئاسية جديدة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. المشوار بدأناه وهنكمله، واحنا من لؤلؤة الصعيد بنقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا معاك لاخر المشوار، وباذن الله هنكمل المشوار، وجينا ملبيين الدياء ملبيين نداء من بني سويف للقاهره، وان شاء الله هننزل الانتخابات 10 و11 و12 لاستكمال المشوار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وانجازاته. نظم حزب حماة الوطن في محافظة المنيا مؤتمرا انتخابيا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. شارك في المؤتمر أهالي مدينة المنيا الذين أعربوا عن دعمهم الكامل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد أمين عام الحزب في محافظة المنيا هشام بشر أن حزب حماة الوطن يدعو بقوة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن السيسي هو رجل مصر القوي الذي استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية. وخلال المؤتمر تم إطلاق حملة انتخابية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار مكملين مع السيسي. يوم 10 و11 و12 روند العالم كله ان احنا واقفين خلف القياده السياسيه وبندعمه في مواقفه كلها، بندعمه في التنميه والاصلاح اللي عمله في الدوله، بندعمه في موقفه مع في قضيه الشعب الفلسطيني وعدم تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء. نعرض انجازات السيد الرئيس وبنقول للناس ان احنا خلف القياده بتاعتنا، كان دايما عنده مبدا ايد بتبني وايد بتحارب الارهاب، وهو قدر يبني وعمل مشاريع كتيره، وخاصه عندنا في المنيا هنا الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي، المليون ونص فدان، الملف الصحي، تجديد مستشفى الحميات، حاجات كلنا في الشارع شفناها. موجودين داخل محافظة المنيا في حشود كانت موجودة النهاردة، الناس سعيدة جدا وفرحانة، وخاصة بعد تصويت المصريين اللي في الخارج اللي أثبتوا بالفعل إن هم بيحبوا هذا الوطن. المؤتمر الثاني لبندر المنيا اللي بنأيد فيه دعمنا الكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكملة مسيرة العطاء الفترة القادمة بإذن الله. طبعا كلنا شفنا الإنجازات اللي كانت موجودة على أرض الواقع في كل المجالات. استقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطارقة والأساقفة الكاثوليك بمصر الأنبا إبراهيم إسحاق، استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران، واستقبل أيضا عددا من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعددا من قيادات الحملة الانتخابية للمرشح. بطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق على أهمية التعبير عن الرأي داعيا أبناء الكنيسة على المشاركة في الانتخابات وعدم التكاسل.
من جانبه أكد المرشح الرئاسي فريد زهران على مجهودات الكنيسة الكاثوليكية بمصر وتأثيرها الإيجابي في المجتمع المصري خاصة في مجال الثقافة والتعليم. أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السنة ديمامة عن عقد المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي بمسقط رأس المرشح الرئاسي بقرية مانيال شيحة بالجيزة. وقال المنسق العام للحملة الانتخابية بمحافظة الجيزة إن جميع الاستعدادات تمت للمؤتمر واختيار مكان الانعقاد وتجهيز أكبر قاعة على نيل مانيال شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر. وأضاف أنه تم تعليق البنرات والصور ودعاية المرشح الرئاسي عبد السنة ديمامة في شوارع الجيزة والقرى المحيطة. قامت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر بمحافظة الشرقية بزيارة لمقر الحملة المركزي. جاءت الزيارة لمناقشة كافة التفاصيل ووضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانتخابات الرئاسة بالداخل الأسبوع القادم. نتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال والتفاصيل مع زميلنا ابنا إليك. شكرا لكم إلهام وهبة، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. شهدت فعاليات قمة كوب 28 للمناخ المنعقدة في دبي لقاء محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله مع كريستيلانا جورجيفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وكشفت مصادر أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أشادت بدور البنك المركزي المصري في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الاستثنائية الحالية، متوقعة أن يتم رفع حجم قرض الصندوق لمصر بسبب العبء الإضافي والأزمات الخارجية المحيطة. كما أكدت على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية وحرص الصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره في ظل حتمية التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، والذي يستوجب تضافر جهود مختلفة من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لصياغة أطر قوية على المستوى الإقليمي لتطوير حلول مبتكرة تحفز من سياسات الانتقال الطاقي. جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول الجلسة النقاشية التي تم تنظيمها بالجناح المصري ضمن فعاليات يوم الطاقة على هامش مشاركته في قمة المناخ بدبي تحت عنوان دور التعاون الإقليمي كمحفز لسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال الطاقي. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التوقيع مع إحدى الشركات على اتفاقية تعاون استراتيجي بهدف تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل لتكنولوجيا الطاقة الخضراء داخل المنطقة بنظام المطور الصناعي، ذلك على هامش قمة المناخ كوب 28 بدبي. من جانب آخر، تم التوقيع على عدة اتفاقيات استثمارية، أولها توقيع اتفاق مشروع توريد كهرباء مولدة من مصادر طاقة شمسية قدرة 7 ميجا لصالح شركة جوشي. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسما توضيحيا تسلط الضوء على طفرة نوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة لجهود الدولة في تقديم الدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية. كما استعرض التقرير جهود الدولة في دعم وتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات. We'll be right back.
في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط استقرارا إثر تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك بلس، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1% ليسجل 78.2 دولار للبرميل، فحين ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% لتسجل 73.9 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.3% لتصل إلى 2.74 دولار للتر. وفي المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 0.5% لتسجل 2.82 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف أن تأثير مجموعة أوبك بلس على الوضع في سوق النفط قد يتأخر في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن التنسيق بين أطراف هذه المجموعة سيستمر، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيناقشان التعاون داخل تحالف أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء آخرين بقيادة روسيا، ذلك خلال زيارته للسعودية غدا الأربعاء. انتهت أخبار الاقتصاد وأعود إليكم مرة أخرى هبة وإلهام. أشكرك ميرنا. أدانت مصر مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة بما يمثل انتهاكا صارخا جديدا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة. أكدت وزارة الخارجية أن مصر شددت على الرفض القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، والمحاولات المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية القائمة سعيا لفصل أجزاء من الأرض عن محيطها الفلسطيني، ومطالبة إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية. وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية للاطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقود من أسس مستقبل عملية السلام وقضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. كما شددت مصر على ضرورة توقف الاحتلال الإسرائيلي عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة لتكثيف ممارستها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية. أعرب مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي عن مخاوفه من تأجيل المساعدات الأمريكية لكييف التي يناقشها الكونغرس. أوضح مكتب الرئاسة أن التأجيل سيخلق خطرا كبيرا بخسارة أوكرانيا المواجهات العسكرية مع روسيا. وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان قد حذر من أن وقف المساعدات الأمريكية لكييف سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار في المواجهات العسكرية مع أوكرانيا. That they are prepared to provide fuel to hospitals to ensure that they can continue to operate and that for certain hospitals they actually have not been able to be in communication. وصل الإعصار ماشيانغ إلى الساحل الجنوبي الشرقي في الهند بعدما تسبب في مقتل 8 أشخاص في عواصف شديدة. ضرب الإعصار ساحل ولاية أندرا براديش على شكل عاصفة إعصارية قوية مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من أمطار غزيرة بشكل استثنائي في بعض المناطق. أخبار الطقس مرة ثالثة وأخيرة مع ميرنا، تفضل. شكرا إلهام، شكرا هبة، والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد وبارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، الأسكندرية 22-12، مطروح 21-11، بورسعيد 23-13. أما عن الإسماعيلية فدرجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 17. وبالنسبة للسويس فدرجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 15، العريش 24-13، طابة 26-15، شرم الشيخ 27-18 والغردقة 27-18. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 14، أسوان 28-15، الوادي الجديد 29-10، شلاتين 28-23، وأخيرا حلايب العظمى 26 درجة والصغرى 22. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. إذن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه نظيره القبرصي ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. في اليوم 60 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 16,240 شهيدا. الاحتلال الإسرائيلي يعترف بارتفاع قتلى جنوده منذ بدء العدوان على غزة إلى 80 وارتفاع عدد المحتجزين بالقطاع إلى 138.
نهاية نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة يتواصل معكم ويوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. ازيك يا هبة؟ ازيك يا إلهام؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. يعني انا شايفكم كنتوا قاعدين مركزين في الفيديوز بتاعت مستشفيات غزة واللي بيحصل فيها من شنائع. يعني دول بيضربوا المستشفيات يا جماعة، مدارس، بيوت، حاجة مؤلمة جدا. لسه النهاردة والله كنت في مدينة الانتاج الاعلامي، وكنت قاعد برفقة زميل وصديق عمري، يعني زميلي في الراديو اسمه همام الفرة، فهمام من عيلة الفرة في غزة. فمكنتش شفت همام فعلا من بداية الصراع الأخير، فأخدته بالحضن كده وأنا جنب همام طويل، يعني تخيل بقى، فبفرح لما أشوف همام، فبطبطب عليه وبعدين بقول له محاولة مني إنه يعني إيه أخفف عنه، فبقول له كم واحد من عندكم يا همام؟ ده تلاقي العيلة خلصت. والله العظيم رد عليا قال لي الأسماء المعلومة بالنسبة لنا غير بقية العيلة، إحنا 42 ماتوا من عيلة. ده صاحبي، مش تقارير إخبارية، ده صاحبي قال لي 42 واحد ماتوا. قال لي ولسه بس اتعودنا. لا بس هو يعني زي ما انت قلت في الاول، بيضربوا مستشفيات، بيضربوا مراكز ايواء ومدارس، وبيضربوا النازحين في المفروض في اماكن مفترض بين قوسين انها تكون امنه للامنين للمدنيين. مفيش اي مكان امن خلاص، لا دي مجازر، ولازم يكون في وقفه يعني دوليه حتى يعني انسانيا. يعني والله مصر اللي واقفه يعني الهام، مصر اللي واقفه يعني، وغالبا بنقدف لوحدنا، لكن يلا ماشي ماشي الحال زي ما بتقال. أهمية المحاسبة، وكل التوفيق يا يوسف. يا رب. شكرا لك يا هبة وشكرا لك يا إلهام، واستأذنكم نبدأ فقرتنا.